يمضي المتقاعدون العسكريون بحضرموت شهرهم الخامس دون أن يتحصلوا على رواتبهم التقاعدية، وهم الذين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة الوطن، ليكون الخذلان هو الجزاء اليوم. نحن أفراد قوة مسلحة خدمنا الوطن يعني بكل يعني من 35 سنة من غير فائدة، لكن ما استفدنا أي شيء. إذا كان كذا يعني يرتمي العسكري يعني في الشارع مستحيل. أمام بريد المكلا يتجمع مئات المتقاعدين ومنذ أيام، وكلهم أمل أن تصدق وعود الحكومة المتكررة لهم منذ أشهر بقرب صرف معاشاتهم، لكن لا شيء يتحقق من ذلك. خمسة شهور نحن بلا راتب، خمسة شهور جاء الرئيس قبل شهرين هنا تمام بصرف لصاحب حضرموت حق ثلاثة شهور، كل هذا كذب والخلق كل يوم جالسين هذول هم ساكن الله. خمسة أشهر مرة ومع كل يوم تتفاقم المعاناة، فمع تسارع وتيرة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتأخر صرف معاشاتهم الضئيلة أصلا، يصبح متقاعدو الجيش بمثابة الخاسر الأكبر، صارخين بأصواتهم المصحوبة بالألم وبقلة الحيلة يتساءلون أن لماذا يتم غض الطرف عن معاناتنا، ليأتي رد هيئة البريد العام بالمحافظة بما يعزز إخلاء مسؤوليتها بالحديث عن أنها لا تمتلك من الأمر شيئا، رامية بالكرة في ملعب الحكومة. تجد ظروف البلاد الموجودة في صنعاء وتجد المشاكل والحرب، توقفت كاملة المرتبات والمعاشات اللي كانت تأتي من المركز. بدأت التقاعد العسكري في محافظة عدن يتابع موضوع المتقاعدين العسكريين على ما تكمل إجراءاتهم في التقاعد العسكري في وزارة المالية في البنك المركزي في عدن. إن شاء الله حسب وعدهم للبريد أنه سيتم صرف ثلاثة أشهر للتقاعد العسكري في حضرموت إذ تم بمحافظة عدن ولاحج وابين. وبين مطرقة الوعود العرقوبية للحكومة وسندان الجوع والحاجة، يجد حماة الوطن بالأمس أنفسهم اليوم مجبرين على قطع الشوارع، عسى أن تنظر السلطات لمعاناتهم بعين الرحمة والإنسانية بعد أن أصاب الرمد عين الواجب الوطني. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.